بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، مع كتاب الله وفي سورة النساء. يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو يأمرنا بأخلاق قويمة كريمة عليها مدار الاجتماع البشري، وهذه صورة الاجتماع البشري إجمالا وتفصيلا، سورة النساء. يقول ربنا وهو يصوغ آياتي في صيغة سؤال، هو في الحقيقة أمر لنا بالتدبر والتأمل. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم؟ ألم ترى، قلنا قبل كده معناها إيه؟ أخبرني، تركيب كده في اللغة العربية معناها أخبرني. وأخبرني ده إيه؟ ده فعل أمر، بيقول لي إيه؟ زي ما أقول لك كده في اللغة العامية، طب بالله عليك قول لي أنت، ها؟ طب قول لي أنت بقى، احضرنا يا عم. ألم ترى، أهي ألم ترى دي عاملة زي ما احنا بنقول في اللغة بتاعتنا، طب شفت بقى، شفت بقى، ده سؤال. إنما معناها إيه؟ معناها إن أنا بستعديك على الحالة المعروضة قدامنا، بقول لك خليك معايا ضد الحالة دي. أخبرني، أخبرني بالله عليك عن أولئك الذين يفعلون كذا وكذا وكذا وكذا، ومعناها الاستنكار على فعلهم، وهدفها جمع الآراء، إحداث الرأي العام، زي ما بيقولوا دلوقتي في فنون الإعلام، يقول لك عايزين نعمل رأي عام. ألم ترى دي من وسائل إحداث الرأي العام. ألم ترى، أولم ترى، أفلم ترى، من وسائل إحداث الرأي العام. أخبرني بالله عليك، شوف بقى احضرنا أنت بقى. ألم ترى إلى، وإلى ألم ترى الذين يزكون أنفسهم، يعني أنت ما شفتش اللي بيزكوا أنفسهم، لكن هنا ألم ترى إلى، يعني ألم تلتفت إلى، وحرف الجر لما يجي مع الفعل يضمنه فعل تاني، يبقى أخبرني عندما تلتفت وتدرس هذه الحالة التي هي حالة من يزكي نفسه. الذين يزكون أنفسهم، امسك بقى واحد كده وادرسه، عايزين ندرس واحد بيزكي نفسه. بيقول ايه اللي بيزكي نفسه ده؟ اللي بيزكي نفسه يتفاخر، يتفاخر بماذا؟ بأي شيء، بمنصبه، بعلمه، بقوته، بما قدم من خدمات، بما أنفق من مال، بما من الله عليه حتى من عبادة، بما فعل وفعل وفعل، فيتعالى بذلك على الآخرين. والاجتماع البشري من أسسه التعاون، من أسسه لينوا في أيدي إخوانكم، من أسس التعاون البشري أن نقف صفا واحدا في الصلاة، الغني بجوار الفقير، وذو السلطان بجوار عموم الناس، والجميع يأتمون بمن أمهم في الصلاة كائنا من كان، فإذا ركع ركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد انتصبوا، وإذا سجد سجدوا. مين ده؟ ولا حاجة، ده طفل صغير
أو واحد حافظ الفتحة وحافظ سورة صغيرة وهو بيقرا معاهم كده أو سبحان الله. فلا بد عليهم أن يمتثلوا له. يبقى إذن ده التواضع حلو، ومن تواضع لله رفع، والتواضع بيؤدي إلى عدم التعالي، فبيؤدي إلى شيء من المساواة حتى لو تنوع الناس في مراكزهم ومناصبهم وقوتهم وصحتهم وعلمهم وتقواهم، إلا أننا نبحث عن المشترك بين الناس، والبحث عن المشترك أساس الاجتماع البشري. يبقى تزكية النفس تحاول أن تخرج، والتواضع يحاول أن يدخل في المشترك البشري. أدي القضية هي، احنا بنحاول نجمع ونشوف المشترك ايه. تزكية النفس بتحاول تفرق وتخرج. نفسيته ايه ده اللي بيزكي نفسه مع التعالي والتفاخر والتميز؟ لابد انه يطلب في مقابل هذا حقوقا لهذا التميز. يبقى اذن من اسس الاجتماع البشري ألا نميز بين الأفراد، ما نميز بين الأفراد، ولكن نعطي كل ذي حق حقه. يبقى في فرق بين إعطاء كل ذي حق حقه وبين التميز بين الأفراد. فلما يأتي القاضي ويأتي أمامه عمر ويأتي أمامه أحد الناس أو مواطن كان من اليهود، ومن القاضي يوقفهم هما الاثنين قصاد. طب هو سيدنا عمر أمير المؤمنين زي واحد من الرعية كده اهو، ما احناش عارفين حتى اسمه ايه دلوقتي. من في دي في الحتة دي في الحتة دي اللي هو الموقف أمام القاضي، هو واحد علي بن أبي طالب والراجل جار. فقال اجلس يا أبا الحسن. قال كنيتني ولم تكنه، قلت لي أبو الحسن وناديته باسم، يبقى ما سويتش بينا. أدي الناس الطيبين. وأعدتني وما أعدتوش، يبقى ما سويتش بينا وما ينفعش. طب هو سيدنا علي باب مدينة العلم، زوج السيدة فاطمة عليها السلام، زي أخينا ده اللي مش عارفين اسمه عند الله؟ لا، ولكن في الموقف ده لازم يكون كده، يا يقفوا الاثنين يا يقعدوا الاثنين، يا يناديهم باسمائهم يا يناديهم بكناهم، ما يميز. والى لقاء اخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.